مالك يا حاج فتحي؟ مالي؟ أنا كويس أهو، مالي إيه شيء؟ أنا كويس مية مية. كويس، كويس الحمد لله. بس وشك مخطوف، سقط كده، مالك؟ في إيه؟ لا، الفل الفل. كل الفل بالنسبة لك أنت يا حاج، إنما اللي يشوفك يقول ما نمتش بقالك يجي أسبوع. بريح. بقول لك انا فل. لا اله الا الله، فل الفل كمان. قوم قوم يا حاج. ها قوم يا حاج، الله يبارك لك. قوم على الكرسي. ايه اللي حصل؟ لا اله الا الله، ليه بس كده يا حاج؟ تعمل كده ليه؟ مالك يا حاج فتحي؟ ها مفيش، هاخد هاخد واحده. ها كويس. انت بتعمل ايه؟ ما هو ده يا حاج، ما هو ده. انت بقيت تاخد يجي علبه في اليوم، الله يبارك لك. احنا ما ينفعش معانا كده يا حاج، ما ينفعش يا حاج فتحي. نحن شغلنا بيعتمد على الناس. الناس راحت سابت البنوك الربويه وجابت لنا فلوس يا حاج. مش عايزينهم يفتحوا يلاقوا بدل الزبيبه دي عيون مسقطه، عيون واحد مدمن مش مؤمن. عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ايه؟ احنا اخوات يا حاج، احنا ساتر وغطى على بعض. تعالى نتصرف، نعمل اي حاجه. الحكايه لسه في اولها، لسه بدري. تعالى نروح نتعالج. مش قادر، مش قادر يا احمد. ما هي مش قادر دي بقى معناها ان احنا وصلنا لمرحله لازم نتعالج، لازم نروح نعمل حاجه. احنا قدها يا حاج فتحي، والله العظيم قدها. لا بص بقى، هاخد واحده بس. لا ولا واحده. لا يا حاج فتحي، يا حاج فتحي اسمعني بقى. تعال نسافر انا وانت، تروح وتتعالج وترجع زي الفل تاني. تعال نروح مصحة بره. مصحة؟ قول علي اخوك مجنون، مدمن مجنون. لا يا حاج فتحي، انت ما بتكلمش واحد عبيط. اوعى. لا انت تضربني ولا يا احمد تضربني؟ معاش نضربك، معاش نضربك يا فتحي. ابوس ايدك، ما تعيطش. ابوس ايدك، ابوس ايدك. تتقطع ايديا لو مديتها عليك. بس انت عارف، قسما بالله، لو جت على الضرب، لو جت ان غير لك دمك، هعمل كده. بس ده مش هتشوفه تاني. بس انا في عرض معاليك فتحي، ده كبير البكري. فتحي ده نني عيني من جوه، عشان كده انا عشمان انك تحطه في عين معاليك. انا الود ودي والله اني اسافر معاكم، بس خايف الحمل يبقى تقيل على معاليك. لا تقيل ولا حاجه يا حاج توفيق، ده انتوا اخواتي. مش هينفع سعادتك، ابويا هيبقى عايز اللي ياخده من ايده. وانت هتعمل ايه ولا ايه؟ هتعالج فتحي ولا هتاخد بايد ابويا؟ وانا ومحمد في الحياه مش هينفع نسيب مصر اليومين دول. يا المصحه دي يا خامكه امريكا، امريكا هنشتري الارض في امريكا. أرض إيه وزفت إيه؟ إحنا في إيه ولا إيه بس يا حاج فتحي؟ أنا يا ابني عايزك تشيل موضوع الأرض ده من دماغك خالص. إحنا هنقول كده بس عشان محدش يعرف السبب الحقيقي لسفرك. لا، أنا سافر أمريكا أشتغل، أتعالج، كله يعني كله مع بعض. على عموم المسألة تتوقف على مراحل العلاج نفسه، وفي أمريكا مصحات الإدمان كتيرة، ممكن بسهولة نلاقي أي مصحة في هيوستن. هي هيوستن كويسة برضو، أنا أسمع كده يعني، ولا إيه يا فتحي؟ المهم ما عليك، الله يستر أصلك، توديه أحسن مصحة. نفسي ومنى عيني فتحي ابني يرجع فتحي بتاع زمان، يبقى راجل كده واقف وصلب طوله وفايق لشغله ومستقبله. ما تقلقش يا حاج توفيق، هنعمل له أحسن حاجة. المهم هو نفسه تكون عنده إرادة الشفاء. بالظبط كده معاليك يا حاج فتحي، انت لازم تبقى انت عايز تتعالج من ادمان، ومش ادمان البرشام بس، كل حاجة. ابوس ايدك. ما توطي صوتك يا احمد، ان شاء الله هيخف، بعون الله هيخف وهيبقى زي الفل. ربنا يشفيك ويعافيك يا ابني. بس انا مش مجنون، انا مش هدخل مصحة له. امال انت عايز ايه؟ عايز اشتغل، عايز اروح اشتري الارض واظبط كل حاجه، واقف على اول ارض واجري لغايه ما اجيب اخرها. ها وبعدين ابقى
وبعدين ادخل المصحه هتعالج اهو زي الفل. ما ينفعش يا فتحي، دول لو حسوا هناك انك مش طبيعي كل الاتفاقيات هتبوظ، وبعدين دول امريكان ما بيهزروش في الحاجات دي. بالظبط كده يا فتحي، انت لازم تتعالج الاول وبعدين تشتغل زي ما انت عايز. خلاص خلاص على بركة الله، يبقى احنا نجهز نفسنا وفي نفس الوقت يكون الحاج فتحي خلص كل اللي وراه عشان ما يسيبش حاجة متعلقة، وبعد كده نتوكل على الله. على بركة الله حاج توفيق. كله بأمر ما عليك. رضوان انت هذا رضوان. عناية يا حاج. هتروح هات الاكل بسرعة، هلا يلا بسرعة، العصافير بطن مش بتصوصو، دي بتنهى بتنهى. ما تضحك يا فتحي، روح تضحك. انا وحشتني ضحكتك يا ابن الكلب.